مضيق البسفور. هذا المضيق يربط ما بين البحر الأسود وبحر مرمرة. طول المضيق هذا 30 كيلو متر، ويعني في اللغة اليونانية البسفور مضيق البقرة. هذا يعتبر الممر الوحيد من البحر الأسود إلى البحر مرمرة، ومن بحر مرمرة في مضيق ثاني يروح إلى البحر الأبيض المتوسط. طبعا هذا المضيق يعني مضيق حيوي جدا جدا جدا، وتشرف عليه تركيا حاليا، وهو مضيق زي ما انتم شايفين كده يعني جميل جدا، يمر على معظم المحال التجارية والقصور والمساجد الأثرية التاريخية.